سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس. اليوم جبت لكم ماسك بروتيين هير مايونيز. كي نقولوا مايونيز ماشي هذه اللي ناكلوها جامي. وعلاش لا؟ باسكو فيها لا موتارد، فيها الملح، فيها المواد سبيسيال تاع الماكله ماشي تاع الشعر. كاين بزاف الناس كي تقولهم ديروا مايونيز ام ماسك مايونيز، واش يديروا؟ يحلوا الفريجيدير يجبدوا مايونيز. انا نقولهم نو، سي فري ما درناش، بصح ما كان حتى روزيتا كي ديريها. بصح دوكا حنديرو مايونيز سبيسيال تاع لي شوفو تاع شعر. فوالا نروحو المايونيز تاعنا. واش اللي قلنا؟ اللي قلنا دو جون دوف، هاد الماسك سبيسيال لي شعرها سيك كريبو ولا كاسون. اللي قلنا سيترون قارص والويل دوليف، هادو هما 3 برودوي لي نسحقوهم باش نديرو ان مايونيز كابيلار. وغادي ننصح بيه لي شعرها ساك ولي شعرها كيش يقولو شويه مكركد هكدا، ولي شعرها يتكسر لها. متنساوش من الصبيغة، بزاف مليماش هكدا شعرنا يولي بزاف ناشف، وكي نشفنا شعر يولي يتكسر. واش نديرو؟ نحك دو جون دوف هنا في البول تاعنا، نحكمو باتور، نحكمو الزيت الزيتون، نبداو بشويه 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 طلع حتى تولي جامده. ومن بعد على فان كاع واش نزيدو؟ نزيدو مغرفه تاع ماكله جو تاع سيترون، نزيدو فوق لا مايونيز تاعنا. من بعد نزيدو نضربوها بالباتور. ابري هكذا كي نطلع الباتور تولي جامده بيان، نابليكيوها فوق شعرنا يكون ناشف قبل ما ندوشو. نبداوها من الغاسين حتى لي بوينت، كاع الشعر تاعنا نابليكيوها. كي نكملو واش نديرو؟ ولا نديرو في شعرنا ساشي نورمال ولا هكذا تاع فيلم ترونسبارون. هكذا نابليكيوها كاع على لي شوفو تاوعنا ونقعدو بيه 2 ساعات. انا هاد لو ماسك بروتيين تاع مايونيز، انا بور موا بديل كيراتين، بديل ليساج برازيليان. سي فري كيراتين مليحه كي نديروها فيك دقيقه سي دي واو. من بعد كي تروحنا لي في تاعها تاع 3 موا ولا 6 موا، ابري شعر يولي فارغ، شعر كيولي كي شوينغون باسكو ولفتي لو كيراتين. الفو تزيدي ديري لو كيراتين. انا بور موا سي دي كونسيي باسكو كيراتين avec le temps شعر كيولي فارغ، avec le temps يولي عندك une chute de cheveux. انا pour ما éviter même lissage brésilien. انا هاد المواد تاع الشيميك نو، سي فري كي ديرهم مع الاول سي دي واو بيان وي تو، باك تخلص لهم لي في تاعهم سي بون. جون دوف باش نعرف البيض بالبروتيين بالفيتامين دي، زيت الزيتون كي نقولو زيت الزيتون سي أنتي أوكسيدون وفيه فيتامين أ، كي نقولو سيترون سي أنتي باكتيريان و أنتي بيليكولار لي عندها القشرة، ميم طون فيتامين سي. وعلى زدنالو أون كويار أ سوب تاع القارص؟ باسكو القارص يمدلك ليكلا بوغ لي شوفو. متنساوش هاد مايونيز سي تا سوان كابيلار. Ou d'utiliser la longueur de les cheveux pour soigner les cheveux. Dis-le les cheveux normal. Cheveux normal, je dis que là, t'as bel bit complet. Les cheveux normal. T'as là, que mayonnaise qui met des tableaux jaunes d'œufs. Les cheveux normal, des bliseux complets. Les cheveux gras, ou je dis des le blanc d'œuf, barque, des le bit à l'bit. وطلع مايونيز كيما درتها مع جون دوف. ما تخلطوش خاطش لي شعرها نورمو لي شعرها ساك لي شعرها غرا ماشي كيف كيف، باش تكون عندنا ريزولتا مليحة. ما تخلطوش باسكو مساكن الناس كي تقولو مايونيز ديريكتومون يحلو فريجيدير يجبدو هادي، هادي خطأ، هادي جامي ديرها في شعرك. صح ما تضركش بصح ما كاين حتى ريزولتا. هذا هي مايونيز. ديجا في روشان لا ماك روشان دارت هكذا ان بو جون هكذا ان بو، و اون ماك امريكان
قامت قالوا ولقيتو معاه في لي ماغازان كوزميتيك ولا خيطو خيرو تاع ماريكان لي مليحه غوشان نو صافي حنا ما كاش انا في الجزائر وميم طون غاديه توصل حتى 2000 دينار هالك انا دي توليزيتها هالك قالني شويه حبيت نوريهولكم مي حاجه روعه 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 كاينه وحده ابوني حبت دي فريزاج انا نقولك نو سورتو دي فريزاج دي كونسيي دي كونسيي شعرك يروح لك كاع سي دو شيميك هذاك ومام طون البنات نسيت ما قلت لكمش قعدوا به 2 ساعة كيديروا بالساشي ومن بعد تدخلوا غسلوا عادي شعركم ومن بعد تجبدوا وتشوفوا ريزولتا ننصح به به هاد المايونيز 2 فوا بار موا البنات سيو جربوا والله ما تندموا كاع هادو ما سي دي فيتامين هادو لي 3 برودوي لي جبتو لكم لويل دوليف لي زو سيترون سي واش فيتامين ما كان حتى حاجه لي داركم ان شاء الله تكون عجبتكم هاد لا فيديو ولا عجبتكم ديروا جيم ما تنساوش ابوني باش يوصلكم كاع جديد على بالي تحبوا لي ماسك تاع الشعر تو ساعه نروحوا تاع الفيزاج ساعه تاع لو كور ساعه تاع الشعر كل يوم نجيب لكم جديد وديروا حاجه مليح في بالكم بلي انا نسيي قبل ما نمثلكم اوكي البنات تهلاو في روحتكم اي سلام